بمدينة حمص أدى سقوط قذيفتي هاون إلى استشهاد طفلين وإصابة عدد آخر، إضافة إلى أضرار مادية طالت مسجدا ومدرسة. هذه ليست غزة، وإن كانت أدوات الإجرام والإرهاب واحدة. هنا مدينة حمص التي شهد حي الزهراء سقوط قذيفتي هاون أطلقتها المجموعات الإرهابية لإرهاب الآمنين في بيوتهم، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة عدد آخر بجراح. مشاهد الدمار التي حلت بالمكان أصابت منازل الآمنين ومسجداً يرفع فيه اسم الله، وهو ما لا يشتهيه أدعياء الدين الذين رفعوا راية القتل باسم الدين، والدين منهم ومن جرائمهم براء. منزل هنا ومسجد هناك، وكي تكتمل حلقة الإرهاب تعرضت مدرسة ومكتبة لشظايا إرهابهم الأرعن الذي يدل على حقد دفين استولى عليهم فآسرهم في دوامة الإرهاب.